افتتح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان محمد عزت ونائب المحافظ 3 مساجد جديدة بالمحافظة، وهي مساجد المنبر والشيخ الخلوي والمصطفى. وخلال افتتاح المساجد الجديدة عبر المصلون عن سعادتهم البالغة بتلك المساجد قبل بداية شهر رمضان الكريم، ليرتفع عدد المساجد التي تم افتتاحها بالمحافظة خلال الشهور الأربعة الماضية إلى 40 مسجداً. اليوم تفتتح مديرية أوقاف أسوان 3 مساجد، مسجد المنبر بنجع الشيخ عامر بالجعفرة دراو، ومسجد المصطفى بالسلسلة بحر المنشية، ومسجد الشيخ الخلوي بخريط عنيبة، ليصل ما تم افتتاحه إلى الآن بمديرية أوقاف أسوان 40 مسجدا. وهذا يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى.